سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه، احوالكم طيبه كيف العاده. مؤنسه ديالكم في الكوزينه عادت اليكم من جديد. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار راه الدار دارك. غير هو عافاك، ما تنساش انك تهبط لتحت دغيا، ضغط على زر الاعجاب اللي ما تكلفك حتى شي مجهود، ولكن تيدير معايا فرق كبير. والحلقه ديال اليوم هي التتمه تاع الحلقه ديال البارح، اذا ما شفتيهاش ضروري خصك تشوفها باش تقدر تفهم هادشي اللي غادي نقولو اليوم. فخليني نبدا على بركه الله ونقول لكم لنبدا. من تتمة ديال الحلقة ديال البارح، فاش أمال تلاقات مع ولد خالها ومرتو، سولوها ياك لاباس شنو كاين، واش مك بها شي حاجة، واش باك به شي حاجة. كتقول بقيت تنبكي، وقلت لهم عافاكم واش نقدر نمشي معاكم؟ أيه بالفرحات علينا، غير هو عندي لكم واحد طليبة، عافاكم ما تهضروش مع والديا وما تقولوش لهم بلي أنا راه هنا، غير نوصل الدار وغادي نفهمكم كل شيء. وصلنا بديت كنعاود لهم كل شيء من الأول، حتى اللقطة اللي جرى عليا فيها بابا. عينيهم غرغروا، مع العلم أن العائلة كلها عارفين المعاملة والسلطة تاع بابا كيف داير وكيفاش كيتعامل معايا أنا. بقاو كيبكيو معايا وساوني واستقبلوني في دارهم، وقلت لهم عافاكم خليوا لي واحد يومين في الدار نرتاح فيها، وما تقولوا لحتى شي حد بلي انا راني عندكم. ماما بقات كتصيفط ليا، قلت لها شوفي كوني هانيه، انا عند ولد خالي غير بردي، وما تقولي حتى حد بلي راه انا عندهم. بابا كان تيسحب ليه بلي انني ما غاديش نديرها بصح، كان كيسحب ليه بلي غادي يغوت عليا كيف ديما، وغادي نمشي نسقل في واحد القنت ونبقى مدلوله في الدار ونسكت. نينا دو بغاو ينعسوا بدا كيقلب ما لقانيش، فين هي ليلى؟ ما عرفتش. اخوتي حتى هما ما عرفونيش فين مشيت، وما شافونيش وقتاش خرجت. ماما دارت راسها ما عارفاش، فبدات كتغوت وكتخاصم عليه، انت السبب، واش كاين شي حد كيجري على بناته؟ يديك واخا تكون مجده ما كتبقى منك. هو بحاله تندم معاه واحد شي شويه، وبغى غير عارف فين كاينه انا. بداو كيقلبوا عليا لمده يومين، وانا ما كناكل ما كنشرب، غير تنصلي وكندعي وكنفكر. النهار الثالث ماما كتعيط ليا، قالت لي شوفي يا ليلى، راه باباك ندمان وراه غير تيبكي وبغاك ترجعي وبغى يتسامح معاك. انا فرحت ونسيت كاع اللي فات. من ديما وانا هكا ما تيخلي ما يدير معايا، غير كيجيب كلمه وحده تنسى شنو دوز عليا. قلت لها قولي ليه راني هضرت معاك وهنا فين كاينه. فعلا دوزت معاه وقالت لي شنو كاين، غادي عيط لولد خالي وقال ليه عافاك جيب لنا ليلى للدار، بغيت نتسامح معاها وكذا. جيت دخلت للدار كانت تسنى يعنقني، كيف فعلا قالت ماما راه توحشني، مد لي يديه ببرود كان شيئا لم يكن. وحتى انا كنت فرحانه وكيف الهبيله بستهالي وصف، كيضحك عليا غير بكلمه وكنسى كلشي. صافي داز ديك الواقعه وقال لي غادي نوقف معاك حتى تطلقي، لكن من طلقت غادي تبدا معاناه واحده اخرى. الناس وهضرتهم وبابا تيبدا كيلوح ليا في الهضره، والمراه مطلقه وهذا وهاشنو علاش كتقلب، غادي يرجع لعادته القديمه. واللي كان تيضرني في قلبي هو المعامله ديالو مع اختي الصغيره، معيشه كيف الاميره، يديها فين ما بغات وتلبس اللي بغات. انا من 8 سنين دار لي الحجاب، الحمد لله هي الحاجه الوحيده الصراحه اللي ما ندمتش عليها، ولكن كنقول لكم الفرق اللي كاين بينه وبينها. كنبقى كنشوف التعامل ديالو وتنقول فاش غلطت انا معاه، كنبدا كنرد اللومه على راسي، وكنلقى بلي انني عمرني ما درت معاه شي حاجه اللي تحشمه كاب، وعمرني ما نزلت بوجهه، وعمرني ما دويت مع الدراري ولا حتى خرجت على الطريق. كان ديما تيبقى فيا الحال وتنقول علاش هاد التعامل، تنبات كنفكر وكنبكي. المهم بقيت واحد الفتره نتاع عامين غير في الدار، اللي دازت عليا غير بالحزن، غادي ندخل في اكتئاب حيت عاد رجعوا معايا الوقائع والمرض اللي مرضت. بديت كنشوف طبيب نفساني. واحد النهار وانا جالسه جا عندي ولد خالتي اللي عايش في واحد الدوله عربيه، كيخدم عند واحد الشخصيه اللي كبيره تما، اقترح عليا بلي انه الاخ نتاع ديك الشخصيه بغى شي مغربيه اللي تثق فيها اختو وتثق في المهارات ديالها. هو قبل ما يقول لي راه كاينه واحد السيده مغربيه جا عندي واقترح عليا الفكره. فرحت وقلت الحمد لله، غادي نبدا حياه جديده، غادي ننسى بزاف ديال الحوايج، خصوصا انا يلا طلقت وكنت مأزمه وكنت باغا غير نخرج. قلت الحمد لله ربي يسرها، واي حاجه فيها الفلوس وبغيت نديرها بابا ما غاديش يرفضها. كانت اول خدمه ليا في حياتي اللي كان الدور ديالي انني كنت تنسير ديك السيده الاعمال ديالها، بمعنى هي كتفيق الصباح وكدير القائمه وانا كنت كننفذها ليها، كنبدا نتواصل مع الناس، كنصيفط لها الهدايا وكناخذ اغراض، يعني بالمختصر المفيد كنت يديها اليمنى، كانت معوله عليا في ايتها حاجه. بقيت مستمره هكاك لمده سنتين وما كان خاصني الحمد لله حتى شي خير، غادي ناخذ الاذن من عندها باش انني نجي ندوز عطله مع عائلتي اللي توحشتهم. وقلت غادي نرجع لعند بابا، دابا غادي تكون تعطلت عليه وصافي توحشني ويبغي يجلس معايا الى ما اخره. رجعت لكن لقيت بابا بنفس البرود ونفس الحاجه، وهنا خديت قرار باش انه ما يبقاش يهمني هذا الشيء وخاصني نتعايش معاه، ولفت على داك الوضع. صارت العطله ديالي وجا الوقت باش انني نرجع حالي،
بقاو كيتعكسوا ديال الامور من شهر 11 حتى شهر 12. اخيرا مشيت لتما، غير انا وصلت للبلاصه فين تنخدم تنحس براسي ترفعت. غير دخلت للبيت ديالي ما حسيتش براسي، وبديت كنغوت لربي اللي خلقني، وكنت في راسي وكنجبد حوايجي وكنغوت وكنقول انا ما بغيتش نبقى في هذه البلاصه، انا ما بغيتش نبقى في هذه البلاصه. ما كنتش عارفه شنو وقع ليا بالضبط، انا باغي غير نمنع داكشي اللي كندير، ولكن ما قادراش، كانت واحد القوه كبر مني. انا وصلت ديك الهستيريا وتنقول ليلى شنو هاد الشيء، مصدومه وفي نفس الوقت بحال ماشي انا اللي جاتني ديك الحاله، وديك الناس اللي كانوا خدامين تما معايا كيشدوا فيا، بقاو كيمنعوني باش ما نمشيش للجهه ديال البحر حيت كنت غادي نتلح فيه. شويه غادي تعيط ليا ديك السيده اللي كنت خدامه عندها بحكم انني كنت قريبه منها هي وبنتها، قالت ليا شنو هذا الشيء اللي سمعت، انا ما كايناش في الوعي ديالي، حدي كنقول ليها بغيتك تقطعي لي الله يعطيك السر انني نرجع في حالي. وراك يلاه جيتي شنو عندك، مالك، اجي عندي نشوفك. عافاك لالا، انا ما بغيت نشوف حتى شي حد، انا بغيت غير نرجع في حالي. بقيت داك الاسبوع كله انا تنعاني، كنفيق الصباح كنبقى حتى الليل وانا غير تنغوت وخاطري مزيره عليا، وكل ما وحده اللي كنت شاده فمي هي بغيت نرجع في حالي، وما تليت بغيت والو. الطياره اللي جاتني ترجعني، داز اسبوع كله شافتني ديك السيده عند من كنخدم بلي انني باقا شاده في نفس الجمله، فعلا قطعوا لي باش انني نرجع. صيفط الوالديه كل وحده في الواتساب تسناوني في المطار الفلاني، وحتى حد ما يسولني مالك، بغيتو مرحبا، ما بغيتوش غادي نشد شي كار، ما تعرفوني فين مشيت. وطفيت التليفون ديالي، تسنيت وقت الطياره وتميت راجع في حالي. الطريق كلها وانا مرفوعه، حتى من الباكاج ديالي تخيلوا ما جبتوش معايا، خليت كل شيء من مورايا. والله العظيم لبستي باش مشيت بقيت بها اسبوع هي باش رجعت، وصافي في كتافي. وصلت المطار تلاقيت بابا مع السبعه ديال الصباح، طلعت نيشان الطوموبيل اللور، ما دويت مع حتى شي حد وغيبت كانني ترفعت. غير وصلت لمدينتي مع 12 كتفيقني ماما كتقول لي رحنا وصلنا نزلي. هنا غادي تشدني ديك الحاله من جديد اللي ما عرفش شنو هي، بديت كنشرق في حوايجي اللي لابسه وكنت في شعري وكنغوت لربي اللي خلقني، هما ما فهموا حتى شي حاجه. مشاو تيجروا وجابوا لي واحد الراقي اللي بدا كيقرا عليا، لكن داك الشيء اللي كان فيا كان قوي من هذاك الراقي، لدرجه انه النهار منين جيت بقى معايا حتى المغرب وما دار لي حتى شي حاجه. داك الشيء اللي فيا كان قوي وحلف لخرج. بقيت هكاك 3 ايام وداك الراقي غادي جاي لدارنا، تيقول لهم راه داك الشيء اللي فيها قوي بزاف، شوفوا ليها شي حد واحد اخر. فعلا غادي نجيبو راقي واحد اخر، وصراحه كان ونعم الرجل وكان متمكن من راسه وحافظ كتاب الله وتقرا واحد القراءه اللي كانت كترتاح ليها النفس. غادي يطلب منهم باش انني نجي لعنده، وكانت معاناه باش نمشي حتى لعندو. داكشي اللي فيا حلف لا مشى ولا خرج من الدار، ما بغيتش نركب في الطوموبيل، وكان دابز مع امالي الدار لدرجه داك النهار باقا كنعقل صرفقت بابا بلا ما كنحس. ولاو فيا 10، كان بابا وماما وخويا وشي وحدين اللي كانوا كيتعاونوا باش انهم يطلعوني للطوموبيل بزز باش قدرت نطلع. كنغوت لربي اللي خلقني وتنقول لهم ما بغيتش نمشي لعندو، كنغوت وكنضرب في ديك الطوموبيل. يدي ورجلي حتى هما ما بغاوش، كانوا كيتخيلوا كانوا كيتحركوا بواحد السرعه اسرع من الرمشه ديال العين، كلشي فيا كيترعد. بديت كنضرب في كرشي وفي عنقي وكنت في شعري وكنضرب ما بين كتافي، الطريق كلها وانا كنخبط في ديك الطوموبيل، ورجعت راسي زرقاء. وصلت عند الراقي، غير هو بدا كيقرا عليا، واجي وتشوفوا داكشي اللي فيا بدا كينطق. والضمه الكبرى فاش عرفت شكون السبب اللي سحر ليا كانت صدمه اخرى وما طاحش ليكم على البال، كان داكشي اللي فيا كافر وجا عن طريق واحد السيده من عائلتي. داكشي اللي فيا نطق بلي انه ماشي غير السحر نتاع ديك السيده اللي من عائلتي اللي كان كافي باش يدير لي هذا الشيء، ولكن تلاقى مع السحر نتاع واحد اخر اللي معايا في الخدمه فاش كنت في ديك الدوله. يعني زوج ديال السحوره تلاقاو مع بعضياتهم وعطاو هذه النتيجه، لكن اللي كان قوى هو نتاع ديك الدوله العربيه اللي كان من طرف واحد المصريه اللي كانت ديما محسوسه من المكانه اللي كانت حطاني في هذيك الشخصيه، وكانت ديما كتشاور معايا وفين ما خرج كانت تخرجني معاها وكنت قريبه منها بزاف. الاخرى حسدتني وما بغاتنيش نبقى، وفعلا نجحت. الله ياخذ فيها الحق، والله ياخذ الحق في كل ساحر اللي كيأذي الناس وكيفرق الناس على بعضياتهم. بقيت متبعه مع داك الراقي لمده 4 شهور حيت كان داكشي اللي فيا صعيب بزاف، وقعدت تلاقاو جوج كانت صعوبه باش انه يتفك داك السحر، لكن الحمد لله بالقدره ديال مولانا والصلاه والقران والذكر وليت بخير ورجعت لصحيحتي. بابا نوعا ما مابقاش كيف كان، غير هو باقي في التجاهل وكينقص مني كاني ماشي بنته، بعكس اختي اللي كان حاطها ما بين عينيه. دويا هو الاخير ما كانش تيشري ليا نتاع اكتئاب، مع العلم انه ميسور وخوتي كان تيحضر ليهم اي حاجه بغاوها، لكن كنت نصلي والتجأت لمولانا وكان عندي احساس بلي انا ربي مخبي ليا شي حاجه اللي هي زوينه وغادي يعوضني. لا
ماشي هذه هي النهايه نتاع حكايه ليلى. كانت غادي تكون هذه هي النهايه واحد 3 شهور هذه، لكن مؤخرا شي 20 يوم صيفطات لي ليلى واحد الرساله اللي كتقول لي فيها باللي انها ربي ما كيخليش العباد ديالو. بنت خالتها مزوجه اجنبي اللي جات دير عرسها في المغرب، واحد من العائله ديال العريس داك الاجنبي شاف ليلى وحماق عليها، وخصوصا انها كانت محجبه بحجاب شرعي كامل، واخا كانت مطلقه وهو اعزب ما كانش عنده مشكل انه يتزوج بها، واصر باش انه يعقد معها على سنه الله ورسوله. وتقريبا في 15 يوم غادي يتم كل شيء على خير، وهي حاليا كتقول لي بلي انه راه عايشه معاه اليوم في قمه السعاده ولله الحمد، وما خاصها حتى شي خير، كانها ما عاشت حتى شي اسى من قبل، عوضها على كل شيء وحنين معاها. قالت لي بعد خلاص انجليز كانت تامل فيه وكنبقى كنشوف وكنبدا كنبكي على العوض نتاع مولانا الجميل في هذا الانسان. كتقول ليلى كنتمنى انا وحكايتي ما تساليش هنا وتكون بدايه لحياه جديده وسعيده. الزوج اللي تزوجت به اليوم ما ناوياش انني نصرحو بشنو داز عليا، حيت بغيت نخلي كل شيء من مورايا، صرحته فقط بالقصه نتاع زواجي اللي كانت من قبل وهذه كافيه. اما بالنسبه لزواجي هذه المره بابا ما تدخلش فيه، لانه ماما فرضت الراي ديالها عليه وقالت لي خليك بعيد على هذا الشيء، حيت بكل بساطه عمرك ما اهتميتي بها، ودابا فاش سهل على مولانا ما غاديش نخليك انك توقف ليها في طريقها. وبابا باقي كيف ما هو، من نهار جيت لهنا لهاد البلاد مع راجلي عمرو ما هز التليفون وسول فيا، مع العلم انه مبلوكيني في الواتساب. علاش كيفاش ما عرفش، كيف بقى فيا بزاف الحال، ولكن كندعي معاه وما عندي ما ندير. اما نصيحتي هي كالتالي، كنتمنى ان البنات ما عمرهم يزربوا في زمان ولا تقول نمشي نتزوج باش نتهنى، عمرك كدير هاد الخطوة. انا اللي بغيت نقول بنات قرايتكم يقراو يتقاتلوا بالقراية، كنبغي غير ندير شي حاجة بابا شي مواقف ليا في الطريق ديما كيقلل مني، فاش غنخدمي كاين شي واحد كيخدم بلا نيف بالكادريان، ومشكل فاش كنقولو انني محتاجة لهاد الحاجة ما كيبغيش، ومخلينيش نخدم ولا نعول على راسي، هو ما بغاني ندير حتى شي حاجة، بغاني نبقى هكا. وهذه هي كانت الحكايه او الجزء الثاني والاخير ديال ليلى اللي سبحان الله تآدات وتعذبات، لكن انا تنقول لكم ديما انه ربي ما كيخليش العباد ديالو ديما كيفرحهم وكينشطهم، غير واحد خاصنا نصبروا وخاصنا نثيقوا وتكون عندنا الثقه التامه في مولانا، وبرا ما تيخليش العباد ديالو ابدا. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام 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 سلام.